السوق الحمد لله كل شيء موجود، لكن الدنيا مولعة، فيها غلاء زايد أكثر من طاقة البني آدم. بدأت الفترة العصيبة إحنا اللي عايشينها في ليبيا، هكي الاقتصاد فترة سيولة، ما فيش مصارف، ما عندها سيولة، والدنيا موجودة، لكن الغلاء صراحة في شوي زيادة أسعار زايدة مع الغلاء اللي موجود وقلة الفلوس. إن شاء الله ربي يهدي الفوس ويهدي البلاد ويصلح حال المجتمع الليبي، ونتمنوا الأفضل من هيك. ما كناش توقعوا في ثقافة الليبيين تطلع بالطريقة هذه، كنا نتوقعوا فيهم أفضل من هيك، ولكن اتضح أنهم شعب أظني إلا ما رحم ربي. ونتمنى أن من الشباب يهديهم ربي ويكونوا صالح البلاد، وهم الأساس وهم الأصل. إذا كانوا هم صلحوا بنصلحوا كل، إذا كانوا هم ضاعوا روضعت ليبيا كل وعلى الكل. أكيد الأسعار غالية صراحة، بحكم أن الدخل، تعرف أن الدخل تاع المواطن قداش مقارنة بالأسعار، الأسعار غالية أكيد، ومشكلة السيولة يعني، خاصة اللي عنده أولاد وعائلة كبيرة ما بعد. إحنا نقولوا على سبيل المثال عندك البطاطا، بصراحة شوف السوم تاعها قداش بنا في موسمها توصل زوز دينار، طماطم نفس القصة يعني. الخضر الأساسية تعتبر شبه غالية يعني، خاصة خلي اللحوم الأسعار تاعها كل يوم في زيادة. مشكلتنا إحنا في ليبيا ما عندناش جهات رقابية تشتغل باش تتحكم في التسعير، كل واحد يبيع من كيفه يعني. يا ريت بس يكون في كل سوق، وصاوا في سوق طرابلس متواجدين فيه توا في منطقة حي سامي، تكون في جهة رقابية على الأقل تحدد الأسعار. غياب الاقتصاد، وزارة الاقتصاد حتى يفرض تحط ليستة بخصوص الأسعار على الأقل، باش ما يصيرش فيه يعني اختراقات للأسعار، بحيث المواطن يلقى غايته. ما يصيرش يوم تجي تلقاه الدحي بيصوم، تلقاه يوم ثاني بيصوم الطماطم الفلفل أي نوع من الخضرة، وهذه مشكلة يعني حتى يعني. إن شاء الله ربي يسلم إن شاء الله يعني.